الأقصر بلدنا، بلد سواح فيها الأجانب تتفسح. كل سنة بنكون معاكم في الأقصر. النهاردة دورة جديدة لافتتاح من الوينتر بالاس في الأقصر. هننطلق مع النجوم الأجانب ومع النجوم المصريين، مع الأفارقة والعرب. هنعيش معاكم دورة جديدة في الأقصر، والأقصر بلدنا. وزي ما احنا متعودين كل سنة كل النجوم، المهرجان ده ما بتتأخرش عنه. النجوم كل سنة موجودة في الأقصر تدعم الفن وتدعم السياحة وتدعم السينما الإفريقية. الهمشاهين كل سنة موجودة، سنة بلجنة تحكيم، سنة بأفلام، سنة كضيفة، والنهاردة أصرت أنها تكون موجودة، وخصوصا بعد فرحتها بالمؤتمر الاقتصادي، وجواها إحساس بالأمل والتفاؤل الكبير بمصر الجديدة اللي جاية النهاردة معاها في الأقصر. طبعا أنت محدش قدك يا إلهام بعد المؤتمر الاقتصادي. أكيد مبسوطة جدا، لأن أنا عارفة مكانة مصر بين العالم إيه، لكن برضو حسينا عارفة بدفء كده العلاقات الجميلة، ده العلاقات الأخوية بيننا وبين إخواتنا من كل العالم العربي، السعودية والإمارات والكويت وكل الناس اللي جولنا. يعني طبعا بنرحب بيهم، وملك البحرين وملك الأردن، وطبعا كمان القارة الأوروبية يعني، وصندوق النقد الدولي، الناس كلها من كل الدنيا واقفين جنب مصر. الصين جاية تعمل مشاريع عظيمة لمصر. أنا مبسوطة طبعا جدا ان مصر، انا عارفة ان بكرة اجمل، وهيحصل تطور كبير جدا في حياتنا، هنبدأ نشهده يعني سنة ورا التانية. هنطمن ان الاجيال اللي جاية هتيجي في ظل ظروف جميلة. مصر فعلا هتتغير يعني، احنا اتغيرنا يمكن مضمونا، اتغيرنا من داخلنا، بس ينقصنا ان احنا نتغير كمان شكلا. البلد، النظافة، الجمال، المشاريع، المباني، التطور في كل حاجة، التطور الاقتصادي بالنسبة لنا، ان يعني يبقى فيه غاز، ويبقى فيه كهرباء، ويبقى فيه اتصالات صح، ويبقى فيه مشاريع، ويبقى فيه كباري. يعني دي بنية كبيرة طبعا مش هيبان في يوم وليلة، بس انا مطمنة على بكرة قوي. اكيد. ومن شرم الشيخ والمؤتمر الاقتصادي للأقصر، والهام كنت فرحانة واحنا جايين الصبح ما فيش اماكن على الطيارات، السياح موجودين، الاوتيلات كلها فول، غير ما جينا السنة اللي فاتت وكانوا بتوع الحنطور بيشتكوا، بتوع الاوتيلات بيشتكوا، المراكب بتشتكي. حقيقي احنا لما جينا السنة اللي فاتت وانا كنت معاكي، وبعدين انا قعدت السنة اللي فاتت المدة كلها مش جيت كده ضيفة ومشيت عشان كنت في لجنة التحكيم، فقعدت معاهم اكتر يعني مع اهل الاقصر اكتر، وبقيت اشوفهم كل يوم في اماكن عديدة. كان في حالة حزن واكتئاب، لان فعلا كانت السياحة مش موجودة تماما. والاقصر دي انا بشوفها اجمل بلاد الدنيا على الاطلاق يعني. صحيح احنا عندنا نيل مثلا في القاهرة، بس في الأقصر احساسي بالنيل حاجة تانية يعني، احساس كده العراقة والحضارة. مصر عظيمة بحضارتها، وبلدنا جميلة، بلدنا جميلة قوي. وبعدين الأقصر دي انا كنت بعرف ان طول السنة يعني الناس يتوسطوا لنا، واصحابنا من اي بلد، ان نحاول نلاقي لهم اوضه في اوتيل او اوضه على مركب. فكنت طبعا حزينه لما اشوف المراكب واقفه وما بتشتغلش والاوتيلات فاضيه. انا السنه دي طايره من الفرحه، وانا جايه في طياره الساعه 6 وربع الصبح، قالوا لي ان طياره الساعه 5 كانت فول، وبعدين في طياره كمان بعدين الساعه 7 فول، واللي احنا جايين فيها برضو مليانه. قلت ايه ده، السياحه رجعت والناس رجعت لحضن مصر تاني. والنهارده طبعا لما بنشوف كل اصدقائنا بقى في مهرجان الأقصر من القارة الإفريقية ومن شمال أفريقيا، أنا مبسوطة بوجودهم معانا جدا يعني. إحنا لسه مقابلين دلوقتي رئيسة مهرجان كارتاج، رئيسة مهرجان كارتاج درة بوشوشة، وهشام روستم نجم كبير، رئيس مهرجان الرباط عبد الحق منترش، كل أصدقائنا من كل شمال أفريقيا طبعا بنرحب بيهم، وبنقول لهم مصر دي بلدكم أكيد.
انت تابعتي السينما الافريقيه من خلال عضويه لجنه التحكيم، شايفه وصلت ازاي وشايفه هل فعلا مفيد مهرجان مخصوص للسينما الافريقيه؟ بالتاكيد طبعا، ثقافه جديده ومختلفه وعاملين موضوعات جريئه وجديده وتقنيه عاليه. يعني السنه اللي فاتت بجد كان في حيره كبيره وانا في لجنه التحكيم ان نختار ايه الافلام اللي تستحق الجوائز، لان تقريبا كل الافلام اللي اتقدمت للمسابقه تستحق جوائز، فبنبقى مش عارفين نرضي مين وندي الجائزه مين. ففي سينما افريقيه مميزه جدا. هيمشوا المركب فامان ان احنا نطلع قدام شويه بدل ما نلاقي نفسنا نزلنا نعرف نعوم. بنعرف نعوم ما تقلقوش، بس حلو برضو ان احنا ننزل ناخد لنا غطس هنا في النيل دلوقتي. الهام الطبله والمزمار، وده الاستقبال الرسمي كل سنه لضيوف الاجانب. شايفه الجمع ما بين التطور واللي بيحصل في السينما وكل ما هو جديد الى العراقه وكل ما هو قديم، ان احنا بنحافظ على التراث الى وبرضه بنشوف المستقبل الجديد، شايفاه ازاي؟ متفائلة بيه جدا. والطبلة والمزمار عندنا دي حاجة فعلا من تراثنا والموسيقى بتاعتنا، وسواء في شمال أفريقيا اللي احنا منها أو في القارة الأفريقية، في بقية القارة الأفريقية هي الموسيقى قريبة يعني. فهو فن جميل وبلد جميلة وناسنا جميلة والسينما جميلة. السينما دي لغة بتجمع كل العالم، بتجمع كل الشعوب. أكيد. فأنا متفائلة جدا، أنا متفائلة باللي جاية قوي، متفائلة بالفن وبالثقافة بالسينما، متفائلة جدا بالسياحة إن شاء الله. وشايفة الأمان يعني طبعا بنشكر الشرطة والشرطة المصرية وبنشكر جيش مصر في التأمين سواء للمؤتمر الاقتصادي للمهرجان، التأمين للشعب المصري. صباح الفل. مش عايزين فرحتنا تنسينا ان احنا نحيي الشرطه والجيش. طبعا بصي، من اول لحظه انت شفتي في المطار وهم بيستقبلونا وهم ماشيين بالعربيات قدامنا وهم بيستقبلونا تاني في الاوتيل، الشرطه والجيش المصري احنا لو قعدنا كل يوم نحييهم مش هنديهم حقهم. المجهود اللي عاملينه سواء هنا في مهرجان الاقصر عشان يامنونا ويامنوا الضيوف، والمؤتمر في شرم كان شيء رائع وجميل ويدعو للاحترام، ونعرف ان احنا ورانا رجاله اقوياء يعني، احنا مطمنين ورانا رجاله جامده يعني. اخيرا بقى قبل ما اسيبك، صديقه العمر وزميله مشوار فني جميل ليلى علوي بتتكرم النهارده، ووجودك انت ويسرى ودعمكم ليها النهارده بحضوركم تقولي لها ايه؟ اقول لها حبيبتي يا لولا تستاهلي كل التكريم، انت فنانه جميله بتحبي فنك وبتحبي السينما وبتحبي مصر وبتحبي زمايلك، واحنا كمان بنحبك قوي، وانت اسم مشرف لكل السينمائيين في أي مكان في الدنيا. كل سنة بيفاجئنا بحاجة جديدة، كل سنة بيفاجئنا بحب جديد، كل سنة بنشوف عشق جديد للمهرجان ده. يمكن كان من 3 شهور مهرجان او من شهرين تاني هنا، ما كانش فيه الاقبال ده، ما كانش فيه النجوم دي، ما كانش فيه كل الضيوف اللي جايين من جميع انحاء العالم زي المهرجان ده، ما فيش احساس بيه اعلاميا زي المهرجان ده. قنوات مش بس مصريه، قنوات جايه من جميع انحاء العالم تصور. هو ده رئيس المهرجان سيد فؤاد اللي بحييه وبشكره كل سنه في نفس المكان على المجهود الكبير، برغم المؤتمر الاقتصادي الفلوس كلها رايحه على شرم الشيخ، المسؤولين كلهم هناك، ما حدش فاضي، واقتحمت كل الصعاب وطلعت بالمهرجان. الحمد لله، يعني المهرجان اصبح لي تواجد حقيقي على مستوى القارة الافريقية وعلى مستوى الميديا وعلى مستوى الاعلام، حتى على مستوى العالم مش بس على مستوى افريقيا. شايفة مذيعين من افريقيا جايين في افريكا 24 وفي شوت بريس وفي رويترز وفي كل القنوات والوكالات الانباء العالمية بيهتموا بالحدث دوت، لانه حاسين انه في شيء حقيقي وانه مختلف وانه بيضيف للقارة الافريقية والمصر. يعني يمكن كان في مهرجان قبل كده من شهرين ما كانش فيه نجوم، ليه عندك النجوم هي اللي عايزه تيجي تحضر وعندها ثقه في المهرجان ده وبتتواجد، وكل واحد بيبقى حابب ينزل يرقص مع الطبله والمزمار يقابل الاجانب. يعني شفت رئيسه مهرجان قرطاج الهام بتستقبلها بحب، يسرى، يعني شيء في حاجه غير طبيعيه.
يمكن النجوم بيجوا عشان ده مهرجانهم، هم وقفوا معاه في بدايته، ولانهم حاسين انه بيعمل حاجه حقيقيه وانه بيضيف للصناعه وانه بيضيف لهم كفنانين، وانه بيبقى فيه اقبال حقيقي على المهرجان من كل قنوات افريقيا واوروبا وكل وكالات الانباء العالميه، وانه فعلا مؤثر لصالح الصناعه. هم بيحبوا الحاجات اللي بتضيف للحاجات الحقيقيه اللي على الارض، اللي هي ما هي شيء حدث جانبي كده ما حدش بيحس بيه. الفنان مش هيرهق نفسه ويجي لاسباب شخصيه للاقصر، بيجوا على طول. هم بيجوا الاقصر لانه مهرجان الاقصر سمه افريقيه، هم حاسين انه بتاعهم وانه بيضيف حاجه حقيقيه. خالد صالح اللي روحه معانا النهارده واهداء المهرجان لروحه، ومعانا جزء من روحه، معانا زوجته واخته وابنه، معانا فنه اللي يمكن ما فيش قناه شغاله دلوقتي الا بشوف مسلسل ليه وفيلم ليه، والتواجد بتاعه الفني المحترم موجود في كل وقت. وارجع واقول التواصل بينك وبين الوسط الفني، اصدقائه بيكلموكي بيودوكي، مين على اتصال بيكي دايما؟ والله كتير، لانه هو كان حبيب الناس كلها، ومحبته مش محبة عابرة ولا محبة بتاعت وقتها ولا بتاعت شغل، هي محبة مستمرة وممتدة. فكتير كتير بيودوني وكتير بيكلموني وكتير بيسألوا عليا، وأنا بشكر لهم كلهم المعزة دي والمودة دي اللي يا رب بهديها لروحه في كل وقت. أكيد. وهو يمكن أنا كنت معاك لما كنا في فينيسيا، وكان حريص إنه هو طالع أول مرة على ريد كاربت في مهرجان عالمي إن أنت وولاده تكونوا أول الناس، وكان حاضنكوا كده وبطلعكوا هم أنتوا الأول وهو ورا، وعايزكوا أنتوا اللي تعيشوا مع لحظة الفرح دي، وأنا كنت مسجلاها بالكاميرا بتاعتي. وكان قد إيه حريص إن أنتوا دايما تسجلوا كل لحظة حلوة في حياتك. حبيبي النهارده انتوا برضو بتسجلوها، يعني صعب عليا قوي ان اكون موجوده في مهرجان الاقصر وهو مش موجود، وهو بس هو موجود. احنا يعني مش عايزين نرجعك للاحزان، ولكن احنا عايزين النهارده نفتكره بالحاجات الحلوه، لان النهارده ده فرح جديد لروحه، ويمكن تقدير وتكريم كبير ليه حتى بعد ما رحل عنا، وهو يعني زي ما قلنا هو موجود معانا، بس مش عايزينه يحس ان انت زعلانه لان هو هيزعل. لا حبيبي موجود طول الوقت، موجود طول الوقت، بس يمكن وحشني. هو جميل 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 جميل، وصدقيني لما تقولي ما نفتكرلوش غير الحاجات الحلوه، هو ما كانش فيه غير حاجات حلوه، هو ما كانش عنده حاجات وحشه بجد، هو كان انسان جميل خالص قوي قوي، ربنا انسان جميل قوي. يخلي لك ولاده امتداد ليه، سعداء بوجودك، عيشي النهارده احساسه هو، لان انا عارفه هو لو كان موجود وكنت دايما احب اسجل معاه هنا، كنت دايما احب اسجل معاه قدام المعبد، يقولي شوفي مصر، شوفي تاريخها، شوفي السينما، عايزين نعلي المهرجان. فهو النهارده اكيد عايز المهرجان ينجح، وعايز الناس تنبسط والضيوف تبقى مبسوطه، فعايزك انت كمان تكوني مبسوطه. انا مبسوطه ان شاء الله ان شاء الله، لحب الناس اللي ممكن يبقى حاجة قليلة في وقت قليل، إنما هو حب الناس ليه كبير قوي قوي قوي، يمكن أكتر مما هو كان يتخيل. اللي بيحب ربه بيحبب فيه، ده حقيقي. و
ومن رحلة نيلية جميلة، وفي يوم مشرق والشمس الجميلة والنيل الجميل والأقصر الحلوة ومنال سلامة اللي بتدعم المهرجان ده كل سنة ومحبة ليه، وبتقعد المهرجان كله بتحضر كل الأفلام بتحضر كل الفعاليات، عاشقة للسينما الإفريقية وعاشقة للأقصر وعاشقة للمهرجان ده. أنا عاشقة لأي حاجة تخدم مصر وتخدم الفن المصري، لأن مهم ملتقى زي ده يتم مرتين في ثلاثة في السنة، مش مرة واحدة، وفي كل محافظات مصر يا بوسي، لأنه القوى الناعمة مهمة. وأعتقد أن الإرادة السياسية أدركت ده متأخر، بس الحمد لله أدركته وابتدت تشتغل عليه، وبنطلب منهم دعم أكتر. عايزين مهرجان هنا، مهرجان في أسوان، في شرم، في كل محافظة من محافظات مصر الجميلة دي، لأنه مهرجان زي ده بيعمل رواج سياحي مهم، بيعمل تبادل ثقافات وحضارات مهمة. والقوى الناعمة أدركت أهمية أفريقيا أكتر من الساسة السابقين، فإن المهرجان بيتعمل دي دورته الرابعة والخامسة، وبنشوف وجوه تقريبا كل سنة قد إيه ده بيدعم مصر في إفريقيا. بصي الشرطة قد إيه والجيش عامل حماية كاملة، لما يشوفوا الناس الطيبة في الشارع بتستقبلهم بالورود، بيرقصوا مع الموسيقى، كل ده لما بيروح بيزود السياحة، بيزود الروابط، بيخلي في تبادل ما بيننا وما بينهم. وطبعا كل سنة بلاقي الأفلام بتزيد والضيوف بتزيد، دي حقيقة، والنجوم الأفارقة بيزيدوا، لأنه السمعة بتتواتر بتوصل لبعضها، بيقولوا البعض وبيحكوا البعض، واللي جه مره بيبقى عايز يجي تاني، يعني البعض بيكلم اداره المهرجان عشان عايز يجي بافلام مهمه. فالمهرجان بقى ليه اهميه على المستوى العالمي الافريقي تحديدا، وانا فرحت جدا في المؤتمر الاقتصادي بكم الافارقه اللي كانوا موجودين، دعم المعنوي نفسه ومصر كمان دعمهم. يعني سياده الرئيس لما يقول في نهايه المؤتمر ان احنا هنعمل مؤتمر بشكل سنوي مش بس لدعم الاقتصاد المصري، لدعم الاقتصاد في كل الدول اللي محتاجة دعم، وأعتقد أنه كان بيقصد أفريقيا، فده مهم جدا لأن في الاتحاد قوة. وتسيب بلدنا انا وماشي بعيل صغير خدته تاتا تاتا، طبعا يعني ايه بالهيروغليفي، يعني خطوه خطوه، رحنا على مطعم وقعدنا ناكل حتتك بتتك، يعني لحمه على عظم، كلمه حتتك اللي انت لو رحت الحسين وكلتي عند الحاتي يعني بتاع اللحمه هيروغليفي، خلاص كده. ولما خدت على فكره لما تمشيت شويه خدت مرتي، ايه ده انت صحيحي صحيح، ايه مرتك دي؟ لا اسمها ميريت، ايه يعني محبوب لي محبوبتي ماي ليدي، اللي هي ميريت اللي جاي منها السجاير، يقول لك ميريت ومش معنى الكلام ده كله، لك اسمها مرتي، مش جتمت امراه، لا جاي من كلمه ميريت ايه يعني محبوبتي. اما بقى مدام يسرى حبيب القلب ده، ده له شنه ورنه، لا وقف شنه ورنه، ارجع لي سنه كده بعد اذنك يا برنس، ده ايه؟ سوري ده ايه؟ خرطوط. غلط، ده اسمه شن بالهيروغليفي، والاسم اللي جواه اسمه رن، يبقى لما تكون مدام الهام اسمها داخل كده يبقى ملكي داخل الاسم، يبقى اسمها شن رن، يبقى ليها شنه ورنه. اما لما جه نابليون اللي غير لنا الكلام اللي ضايقنا، لما جه نابليون وراح بص كده لعم عمر وراح قال واو ات لوكس لايك كارتوش بوليت، طلقه الخرطوش، يبقى شكلها زي طلقه الخرطوش، واحنا ساعتنا احنا ابتدينا نكرر ونقول كلمه خرطوش.
على ارضها تنخطر يا اسطى. تملوا اي شيء يعني. احنا دلوقتي لو لفينا ثلاث لفات وتمنينا الامنيه هتتحقق يا اسطى. بالمبسوطين دي اللفه الثانيه معاها امنيه برضه. ايوه الله. دي اللفه الاخيره. ايوه الله. ويلف بينا. ايوه الله. اجمل مدينه. النهارده يوم جميل، يوم الشمس والناس والطبيعه والاثار والفخامه والبحيره اللي اصرت يسرى ان احنا نصور عندها النهارده. سعيده بوجودك النهارده ودعمك الدائم لمهرجان الاقصر وحبك ليه، وبرغم كل الظروف كل سنه لازم يسرى تدعم هذا لان المهرجان ده في بساطته في حلاوة، يعني حلاوته في بساطته على الاصح، وحلاوته انك انت بتلمي كل افريقيا، ومصر دي بوابه افريقيا، فبتلمي كل الافارقه وبتعملي معاهم تواصل وبتعرفي مشاكلهم سواء من خلال الفن، من خلال الافلام. عندك هنا ورش مثلا مستر هايلي جريما بيجي يدي كل سنه دروس وورش لطلبه ولطالبات، وبيجوا معاه طلبه من رواندا. قعدت معاه امبارح وعملنا جلسه حلوه قوي لمده ساعتين مع الطلبه. في شيء بيحصل، في شيء حقيقي بيحصل مش شكليات هنا بجد. وهتلاقي كل حاجه سيمبل، كل حاجه بسيطه، كل حاجه حقيقيه واخده من طبيعه الشعب هنا، واخده من طبيعه. وهتلاقي ناس من هنا، واللي من دمنهور، واللي من رواندا، واللي من اوغندا، واللي مش يعني، ودولت عندهم امال ونفسهم يكونوا او يطلعوا للعالم، ولسه عندهم العيب ان البنت تمثل. يعني واحده سالتني امبارح ومن السودان كان في ناس، قلت لها انت لازم تفرضي احترامك باي شكل من الاشكال، وتعيشي المتلقي معاكي في حدوتك عشان يحسك ويصدقك ويحبك ويشوف نفسه فيكي. فانت عندك افريقيا اغلى اغنى قاره في العالم، احنا ما بنستفدش منها خالص في اي حاجه، في مجاعات، في جهل، في يعني اللي حصل دلوقتي او اقتحام الشكل الديني على افريقيا ده كان من امتى؟ دولت الافارقه اللي كانوا بيشيلوا العيال كده اهوت صدرهم باين وماشيين عادي ومحدش بيبص لهم، دي كانت حقيقتهم، دي كانت طريقتهم في الحياه عشان يقاوموا الحر اللي هم عايشين فيه. انت النهارده ما بيقول لك التعليم حرام، بوكو حرام، يعني التعليم يعني العلم، مع ان الدين بيقول لك اقرا. اول كلمه نزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام اقرا، يعني تعليم يعني علام. ولو اتعلمت هتعرف تزرع بلدك، ولو اتعلمت هتعرف تاخد خيراتها، ولو اتعلمت هتعرف تبنيها صح. احنا بنتراجع بشكل سخيف. عمري لسه قدامكم، انتوا كل حاجه لسه قدامكم، انتوا اللي ممكن تغيروا العالم. They come and give you something to make the script story. انا جالي ثلاث افلام انترناشونال بس مش حلمي خالص. فيلم الافتتاح لمستر عبد الرحمن سيساكو اللي هو انا شرفت ان انا برضو اشتغلت صديقك معاه وصديقي، واللي طلب ان الدوره ما يحضرش لما تكون يسرى موجوده اول مره جه فيها. ايوه ده صحيح. بس هقول لك حاجه، بتربطنا صداقه من لما كان هو رئيسي في ابو ظبي في لجنه التحكيم للافلام الطويله، وحتى كانت الهام واخده جايزه مهمه على الفيلم بتاعها خلطه فوزي. هو شخصيه نادره ومخرج فوق الرائع، فوق الرائع، وإنسان على أعلى مستوى. لما تيجي تبصي برضو لهايلي جريما نفس الحكاية، أنا اشتغلت معاه في مهرجان القاهرة، والراجل ده هو عايش في لوس أنجلوس، ممكن جدا ما ياخدش المشوار ده عشان يجي يعلم طلبة، يعني يقول لك ليه ما تقعد، بيصر كل سنة أنه هو يجي لأنه بيشوف نفسه هنا، بيقول لي ده أغلى مهرجان عليا. ده بالنسبة له المهرجان البسيط الصغير ده عشان فيه ورش معنى، معنى لا، وعشان فيه أفريقيا. فإحنا لازم نعمل دعم لأفريقيا
لازم نعمل دعم لهذه القارة العبقرية في علاقاتنا الفنية، يعني بالقوة الناعمة بتاعتنا نقدر ييجوا ياخدوا مننا ناس نروح نعمل لهم أفلام، ولو أفلام صغيرة مش هتكلفنا حاجة، هي الكاميرا وحنشيلها ونوديها ونعرضها للعالم والناس تفهم الناس دي شايفة شقاء قد إيه. يعني يمكن حسيت إنك مهتمة النهاردة وبتشوفي، مع إنك جيتي أكتر من مرة، لكن أول مرة جي هنا، أول مرة تيجي عند البحيرة. عند البحيرة دي جيتي المعبد طبعا. طبعا هنا كذا مرت فيه. لكن أنا جيت هنا هوت أول مرة أشوف البحيرة، والبحيرة دي يا ستي اللي كانوا بيغسلوا ذنوبهم فيها لما الفيضان كان بيجي وبيملى البحيرة ماء. في وشايفه كمان الجعران ده، قالوا لما تلفي ثلاث لفات مني امنيه تحصل. قولي لي اتمنيتي ايه عشان لمصر. السنه الجايه نشوف. انا اتمنيت لمصر. يعني كلنا اتمنينا ان احنا نعدي من الازمه اللي احنا فيها، واحنا ابتدينا بالمؤتمر الاقتصادي اللي هو رافع راس كل المصريين والشباب والكبار والاقتصاديين، وبرده ده كان نوع من انواع التحدي. يعني ده بيفكرني ب 30/6 ان احنا عدينا خطوه كبيره جدا 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 بان احنا نرفع اقتصادنا. ولازم نشكر كل البلاد العربيه وكل الملوك والرؤساء والحكام العرب اللي وقفوا جنبنا، لان هم الكلام اللي قالوه على مصر احنا ما عرفناش نقوله. كان تعبيرهم رائع، شيء مش طبيعي في الجمال، شيء مش طبيعي في المحبه والعطاء والعطاء يعني بكلاس مش بكواليتي. عندهم كواليتي وهم حتى بيقدموا استثماراتهم لمصر. أخيرا الدورة دي إهداء لروح خالد صالح اللي كان بيبقى معانا كل سنة واللي دعم المهرجان ده من أول سنة، ويمكن لولا أول سنة ما كانتش الدورة طلعت، لأنه أنقذ الموقف وإدى فلوس. خالد صالح مش عمرك ما هتعرفي تنسيه ولا تقدري تنسيه، لا من خلال شغله ولا من خلال إنسانيته ولا من خلال فنه. عمره يمكن ما كانش طويل فنيا، لكن ساب أثر كبير جدا 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 فنيا. ساب أثر، أنا سايب فيه أثر رهيب. بداية انطلاقه كان معاكي، كنت أنا وهو وكنتش أعرفه، وفاكرة أول لقطة ليه كانت بداية نجوميته يا حبيب في التلفزيون، بعدها عمل بقى بطولات لوحده يعني. صح يوميها كنا بنعمل أول مشهد أنا وهو في القطر، وانا عامله الحواجب التخينه دي وشحاته وبتاع، مسكته ماسكه كده ولقيت اداء وعينيه، قلت له انت مجرم تمثيل، انت مجرم. ضحك قال لي لا يا شيخ، قلت له والمصحف انا ما شفتش كده. فحصل كيمياء على طول بينا في الشغل، وكان من اجمل الاعمال، احلى الاعمال. وبعدها انطلق فنيا. احنا طبعا بنشكر المهرجان النهارده ان بيهدي الدوره دي الروح، وبنشكرك. مبروك لليلى، لان ليلى برضو ليلة بتتكرم. انا تم تكريمي هنا هوت في اول سنه، ليلى بتتكرم النهارده، وده تكريم برضو لينا وللسينما وللفن كله. تكريم خالد يوسف برضو، ده انا شايفه ان هو بيسري جدا المهرجان، لان خالد هو من اول من الناس برضو اللي من اول سنه تموا جدا جدا بيه. نجيب ساويرس بقى اللي هو ده اقل شيء احنا ممكن نقدمه له، لان نجيب ابن مصر الحقيقي اللي بيدي من غير ما ياخد، كان دوره كمان جميل في المؤتمر، واذا اخد هو بياخد قد مجهوده، مش طمعان انه ياخد اكتر، بالعكس، ولو بياخد عشان يعرف يدي اكتر. فنجيب ساويرس او السوارس عموما من اكبر ومن اعظم من أعظم العائلات المصرية الشريفة ومحبة الشريفة المحبة لمصر والمصريين. أنا بشكرك جدا، وهسيبك تسعدي بالبحيرة وبالأثار وبالمعبد وباليوم الجميل، ودايما يا رب نتقابل في الأقصر مع السياح ومع الفرحة ومع الأفارقة اللي بنحبهم نقدر. مرسي يا حبيبتي قلبي، مرسي. We'll be right back.
من الوينتر بالاس بالأقصر هننطلق لقاعة المؤتمرات علشان حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تكريم النجوم، تكريم ليلى علوي، تكريم خالد يوسف، تكريم سويرس، وإهداء الدورة لروح خالد صالح. من الوينتر بالاس زي ما انتوا شايفين حيث العراقة وحيث الجمال، ده المركز اللي الكل بيجتمع فيه للمهرجان، ومن هنا هننطلق لمكان آخر واحتفال جديد. ومبروك للأقصر ومبروك للسينما الإفريقية. عضو مجلس أمناء مهرجان الأقصر طبعا المنتج الكبير محمد العدل، ويمكن هو غير كمان ان هو عضو في مجلس الأمناء، كان هو وخالد صالح، إلا ان هم بيعشقوا المهرجان، ويعني كانوا شايفين ان المهرجان ده هيبقى حاجة كويسة من اول دورة، وكانوا بيدعموه دعم كبير جدا جدا، وكان عندهم بعد نظر، لان سنة ورا سنة المهرجان ده بقى حالة حلوة في افريقيا، بقى فيه نجوم من افريقيا هي اللي بتحب تيجي الأقصر، بقى فيه انطباع حلو. اول سنة كان عندنا قناة واحدة جاية من افريقيا تغطي، ما شاء الله السنة دي شايفين عدد كبير، نجوم كتير جاية. أنا بحييكم على المجهود اللي بتعملوه في أقل الإمكانيات، ولكن دايما بيقول إيد على إيد بتعمل حاجة. صحيح. الحمد لله. بصي، احنا أنا والمجموعة اللي موجودة بتقرأ إن عندك ثلاث دوائر أساسية مفروض ما تخرجيش عنهم وتبقي دايما معاهم: الدائرة الإفريقية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية. الدائرة الإفريقية مهمة جدا بالنسبة لنا، وإحنا للأسف تركنا أفريقيا، وبناء عليه حصل تراكم واشياء مش منطقيه مع مصر وعلاقه افريقيا. لكن النهارده احنا بقالنا 4 سنين بنحاول، وانا اعتقد ان احنا قدرنا نوصل لاشياء جيده جدا في العلاقه مع القاره، بدليل ان احنا كنا السنه دي عضو شرف مهرجان في سباكو اللي هو اهم مهرجان واقدم مهرجان في افريقيا، اللي دي كانت دورته ال 24 وهو بقاله 48 سنه. وبالتالي بعتقد ان دي خطوة جيدة، وعلى الدولة كمان انها برغم ان هناك دعم موجود، لكن انا اعتقد ان الدولة لازم تهتم قوي بمهرجان افريقيا لانه مهم على كل المستويات. عايزة أعرف بقى لما جت هنا دي أول مرة الأقصر، انطباعها إيه؟ Quelles sont tes impressions puisque c'est la première fois que vous venez. صبح في النيل والمعابد. النيل. Le Nil c'était émouvant parce que j'ai entendu parler du Nil que dans mon leçon d'histoire, dans ma leçon d'histoire plutôt. Et là, voir le Nil comme ça en réel, on remonte le Nil, c'était émouvant. هي تفاعلت مع النيل على خاطر تعلمت عن النيل في التاريخ، كانت في الابتدائي وأول مرة تبدأ عن النيل، وقالت هذه حاجة عملت لها برشة فرحة. انطباع التونسيين. أنا نتكلم بالتونسي. التونسيين كمان انطباعك إيه أول مرة تيجي مهرجان الأقصر؟ أنا مصر هي حاجة جميلة فرد إحساس، معناتها إحساس جميل جدا في كرنك وعن النيل، فرد احساس. Au temple ce matin, je me suis dit waouh, comme ils étaient ingénieux avant. قالت هي كيفاش كانوا الحضارات التاريخ، كيفاش كانوا عظيمه، حاجه عظيمه. احنا بنتمنى لها انها تنبسط وتقضي وقت جميل مع العراقه والتاريخ. Et te souhaite que tu passes un très bon moment et que tu profites et de l'histoire et du pays. Merci beaucoup et j'espère que je retourne avec le premier prix parce qu'il y a un film burkinabé en compétition. هي عايزة تاخذ الجائزة الأولى للفيلم البركينا اللي هو في المسابقة. إن شاء الله أكيد. Thank you. Merci. مهرجان
مهرجان فيسباكو من أقدم المهرجانات في أفريقيا، يعني يمكن بقاله 40 سنة المهرجان، ليه شعبية كبيرة جدا، وتم بروتوكول ما بين مهرجان الأقصر وما بين مهرجان فيسباكو. رئيس المهرجان موجود معنا النهاردة، بيسعد بالسينما الإفريقية في الأقصر، وإحنا بنرحب بيه وبنقول له منور الأقصر. Bienvenue monsieur Soma à Luxor. Merci. عايزين بقى نعرف الأقصر وفيسباكو، يكلمنا عن الالتقاء. Maintenant comment vous regardez maintenant le protocole entre les deux festivals, Fespaco et Luxor. Fespaco qui est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, rassembler toutes les énergies ensemble, créer une synergie d'ensemble parce que nous allons dans le même sens et c'est comme ça que nous pouvons atteindre des victoires parce que vous savez que l'Afrique aujourd'hui a besoin de s'unir. Il y a des efforts qui sont faits au niveau des politiques mais en bas aussi nous qui sommes des personnes de la culture, nous qui sommes les artistes, nous devons aussi faire un travail en bas et quelquefois le travail que les artistes et les promoteurs culturels font en bas, parfois ça peut aider aussi les politiques à se mettre ensemble pour aller de l'avant, pour le développement de notre pays, de notre continent. Et parce qu'on a compris aussi qu'aujourd'hui, la culture et surtout l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel peut participer beaucoup au développement de nos différents pays. Parce qu'avec l'avènement du numérique aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une forte demande de contenu pour nos télévisions, pour nos différents écrans, parce qu'il y a beaucoup d'écrans aujourd'hui. Au-delà du cinéma, il y a les écrans de télévision et aujourd'hui on a les écrans des tablettes, des ordinateurs. Et il faut que l'Afrique soit présente au niveau de tous ces écrans-là. Pour qu'on soit présent, il faut redoubler d'efforts et je pense que les festivals peuvent faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Et c'est important qu'on se mette ensemble. Et je crois que la coopération donc qui est en train de se développer entre les deux festivals à Ouagadougou et ici à Luxor, ça rentre en droite ligne de ce que aussi nos gouvernants sont en train de faire. Parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que l'Égypte a tourné son regard vers le sud, vers l'Afrique au sud du Sahara. Et cela est important, c'est une reprise de la coopération et nous avons le devoir d'accompagner cet élan-là. هتعرف تفتكر الكلام هقول لك طبعا طبعا قولوا في العموم هو طبعا مهرجان فيسباكو مهرجان وسوق للسينما والتلفزيون هو بيقام كل سنتين والدوره دي 24 يعني هو فوق ال 40 سنه حوالي 48 سنه بعض السنين توقف فيها الشيء المهم اللي هو بيركز عليه وجوده هنا بعد توقيع البروتوكول من اسابيع قليله في مصر واقامه المهرجان ودعوه استاذ سيد فؤاد في بوركينا فاسو لحضور دوره فيسباكو ثم حضور هنا الوفد من فيسباكو ان هو بيؤكد على البروتوكول والشراكه اللي تمت وبيقول ان احنا كناس بنشتغل في السينما والثقافه بنكمل اللي الشعوب والحكومات الافريقيه بتحاول تعمله ومجتهدة لأن الثقافة والسينما هتكمل العلاقات وعلاقات الأخوة والصداقة بين الشعوب الأفريقية. الشيء المهم كمان إن إحنا في عصر الرقمي دلوقتي ما بين الموبايل والتابلت والقنوات الديجيتال وكل الحاجات دي ولازم الفيلم الإفريقي وأيضا المسلسل الإفريقي والعمل التلفزيوني الأفريقي يكون متواجد في الميديا الجديدة اللي احنا شفناها ديا وإلا مش هنقدر ان احنا نلاحق التطور التكنولوجي لازم نبقى متواجدين وإذا حبينا نتواجد لازم ان احنا نوحد جهودنا ويبقى عملنا مزدوج من خلال الأقصر وفيسباكو في توحيد الجهود ديا للسينما والتلفزيون احنا بنشكره وبنتمنى له يقضي وقت جميل في الاقصر في اثارها وجوها وشعبها وافلام اللي موجوده في بوشور هشام رستم وسناء الزين من نجوم تونس اللي بيسعدونا النهارده ومتواجدين معانا في مهرجان الأقصر وده دايما أهمية المهرجان هو الالتقاء، التقاء العرب، التقاء الأفارقة، التقاء السينما، التقاء
اللي بيحبوا السينما كلهم على أرض الأقصر في تعارف، في تبادل، في آراء، في تعاون، ويمكن كتير من نجوم تونس دلوقتي موجودين عندنا. طبعا هند صبري، وموجودة عندنا درة وظافر ولطيفة، وبتمنى هم كمان يقعدوا بقى في مصر ما يرجعوش ويعملوا لنا أفلام حلوة إن شاء الله. هم دائما يعودوا لتونس ويشتغلوا أفلام لتونس بس برضو مصر بتشدهم يعني. هي مصر أم السينما العربية بالطبع، لأن كل ممثل تونسي يرغب باش يكون موجود في السينما المصرية، لأنها بالنسبة لنا هي اللي علمتنا السينما، هي اللي أعطتنا النجوم، هي اللي أعطتنا الأحلام اللي خلتنا اليوم نكون نجوم في تونس، وإن شاء الله دائما نجوم تونس ونجوم مصر دائما مع بعض في السماء إن شاء الله. يعني أنا عديت مجموعة من النجمات خطفتهم السينما المصرية والدراما المصرية من تونس، ما هم بيروحوا طبعا يعملوا أعمال في تونس، ولكن الأعمال الأكتر والشهرة الأكبر بقت ليهم. حابة أن أنت تكملي المسيرة مع بنات تونس اللي استقروا بقوا نجوم هنا ويكون ليكي أعمال في مصر. هي الحقيقة أنا نحب بلادي ونحب الخدمة في بلادي، اما كي نبداو عبد يخدم في الدومين هذايا معناها يبدا ممثل، يبدا عنده انفتاح. كي تبدا فما فرص اخرى كيما جاتنا فرصه في المغرب باش نخدموا في المغرب، علاش لا نوعوا طبعا يعني تشوفي جمهور اكثر وناس اكثر، جمهور اكثر، وايضا فما فيه مخرجين كبار في مصر. والممثل دائما انا اشتغل وسناب كيف نشتغلوا مع مخرجين من امريكا، من فرنسا، من ايطاليا، من اسبانيا. فالتنوع يا ريت كنا نخدموا اكثر مع المخرجين في مصر والممثلين في مصر. احنا جايين من ميدان المسرح، والمسرح ما فيش اشكال، ابو الفنون. فنلتقي اكثر في المسرح بيناتنا، لانها نفس التقاليد، نفس العمل. في السينما تختلف لأن المنتجين في غالب الأحيان هم اللي قرروا توزيع الأدوار إلى آخره، لكن الجمهور أنا نبدأ به ساعات كي نجي لمصر نقل الجمهور المصري يعرفني من خلال بعض الأعمال اللي شاهدوها في السينما التونسية أو السينما العالمية. عايز أعرف برضو المشاركة التونسية ومشاركين بفيلم إيه في المسابقة الرسمية هنا في المعرض. فيلم طويل عنوانه طفل الشمس للمخرج التونسي طيب الوحيشي. أول عرض هو بكرة، أول عرض في مهرجان هو خرج في القاعات في تونس، لكن هذا أول مرة يتعرض في مهرجان. وطيب الوحيشي معروف في السينما الإفريقية لأنه اشتغل كثير مع السينمائيين الأفارقة، ومعروف في مصر وفي إفريقيا، فهو دائما رمز الأعمال المشتركة بين العالم العربي وإفريقيا، لأنه انتج وعمل عدة أعمال سينمائية مشتركة بين إفريقيا وتونس، وفيه أفلام قصيرة أيضا، فيه أفلام وثائقية، فيه مشاركة تونسية حلوة. وسناهي ضيفة شرف في المهرجان. مش مشاركة في الفيلم؟ لا بس جاي حلوة أحلى هو اللي جاي معاكي على فكرة. أنا جاي معاي وحاسس هو اللي جاي معاكي، إحنا هنا عندنا تحيز للمرأة، هو اللي جاي معاكي بالطبيعة بالطبيعة وتشرف في تونس. لا في تونس ده أنتوا واخدين حقوقكم وزيادة، بلد المرأة. بلد المرأة، ده إحنا هنيجي عندكم. عايز أعرف انطباعكم بقى الصبح والمعبد الكرنك والنيل والمركب كويس عجبكم يعني أكتر انطباع؟ جميل للغاية، والمعبد it's a different sensation. واحنا فرحانين اللي جينا مع ضيوف شرف اللي هما هامين، ومكان المهرجان باش نتعرفوا على برشا شخصيات وبرشا افلام اللي ان شاء الله باش نتابعها الكل. كل نجوم مصر راحوا مهرجان كارتاج، وكل نجوم مصر اتكرموا وخدوا جوائز والأفلام اتعرضت هناك، وفي حب كبير جدا ما بين المصريين والنجوم المصريين ومهرجان كارتاج. ده لأن رئيسة مهرجان كارتاج هي عاشقة للسينما المصرية، عاشقة لنجوم مصر، عاشقة لمصر، يعني في قلبها حب كبير لينا المصريين، وهي النهاردة مشرفانا في
في الأقصر في لجنة التحكيم، وسعداء بيها جدا انها هتبقى موجودة. المهرجان كله هتتابع الأفلام وهتتابع البلد، وهنسعد بيكي زي ما بتستقبلي المصريين بمودة وحب كبير. شكرا شكرا. يعني طبعا دي أول مرة في الأقصر؟ في الأقصر أول مرة، أول مرة للمهرجان، ولكن جيت زمان من زمان الأقصر وفي النزل هذا الحلو. بتيجي فسحة لكن أول مرة تيجي بقى المهرجان. لأول مرة نجي للمهرجان وأنا مبسوطة كثير. أكيد يعني يمكن الأقصر فيها حميمية وفيها جو ما تلاقيهوش في أي بلد تانية. صحيح صحيح صحيح. ومبسوطة لأن المهرجان الأقصر هو إفريقي يعني، وأنا مبسوطة نشوف خاطر مهرجان قرطاج هو إفريقي عربي. أكيد. ولما نشوف الزملاء يعني المنجين والمخرجين والقارة الكل يعني نكون مبسوطة كثير. وتعرف لي مهرجان قرطاج اللي هو توا قريب 50 سنة يعني بدأ للأفلام يعني to promote السينما العربي والإفريقي، والأقصر يعني فيها تواصل يعني فيه تواصل. يعني أنا شايفة كمان الوفد التونسي كبير في المهرجان، يعني يمكن من في مجموعة كبيرة من التوانسة وفي مشاركة الأفلام التونسية وفي نجوم من تونس، يعني حاسة إن ممكن يبقى في بروتوكول قريب ما بين مهرجان قرطاج ومهرجان الأقصر. صحيح، ما بين مهرجان قرطاج والأقصر وإن شاء الله مع مهرجان مصر القاهرة يعني أكيد لازم نتعاملوا مع بعض. ثم عندكم ممثلين من تونس يشتغلوا بمصر، هند صبري، ظافر العابدين، سناء، يظهر لي درة، لطيفة يعني مجموعة كبيرة. احنا خطفنا منكم خطفنا بس احلى هدية اديتوها لنا هند صبري. اهلا نشكرك. انا عارفة انت من الناس اول ناس دعمتيها في مهرجان قرطاج واول جايزة ليها خدتها في مهرجان قرطاج. قبل هذا وقت اللي هي اول مرة تخرج على الشاشة في فيلم تونسي عظيم، انا نعتبره من الافلام العربيه الهامه اللي هو صمت القصور. انا كنت في الانتاج ولما شفت هند قلت لازم هي، قلت المفيده قالت لي لازم تكون هي تمثل الدور اللي احنا كنا نفتشوا عليه يعني، وكانت عمرها 14 سنه ونعرف هند من اللي عمرها 14 سنه ونحبها كثير وممثلة عظيمة وشاطرة ونحبوها كثير بتونس. وإحنا بنحبوكوا كثير. السينما الإفريقية أهم ما يميز، أهم يميز يعني في أي في وسط الأفلام اللي على مستوى العالم العربي وصلت لفين السينما الإفريقية؟ هو الإنتاج، أنا نعمل ورشات اسمها كتابة الجنوب من زمان من 15 سنة، نساعده ونعاونه المخرجين في كتابة السيناريو وندوروا على أفريقيا كاملة. فما شبان يعني ما نتكلمش على القدماء اللي هما من أحسن كما إدريسة عاملين له هوني تكريم، إدريسة ودراغو من بوركينا فاسو، عبد الرحمن سيساكو هنا انتشت على الرحمن سيساكو فيلم قصير من زمان قبل يولي معروف. يعني فما متشاد هارون محمود صالح فيه كثير مننا، والشبان في الأفلام القصيرة شايفة وفي الأفلام التسجيلية فما شباب طالع. ولكن الوضع الاقتصادي كما في مصر حاجة أخرى يعني هي معنى اندستري في البلدان العربية الأخرى والبلدان الأفارقة أصعب والتمويل أصعب والتكوين أصعب، وبخصوص في البلدان القارة الأفريقية يعني التمويل صعيب والإنتاج أقل. إحنا نشوف وندوره فما ناس طالعة كما يعني فما. بنتمنى الفترة الجاية يبقى في إنتاج أكتر، بيبقى في دعم أكتر، والمهرجانات هي اللي بتقوي الأفلام وهي اللي بتقدر تجيب دعم وهي اللي بتقدر تدعم. المهرجانات هي اللي نوريه الأفلام، ولكن فما تبادل، فما الناس تتلاقى يعني المهرجانات معناها مهمة كثير للتبادل والإنتاج المشترك، وإنا نطلب من
من مصر يعني نحبوا يولي وإحنا نفهموا المصري. ومن النجوم اللي بتحب مهرجان الأقصر وبتدعمه برغم أنه رايح على تطوان في المغرب إلا أنه أصر أنه يحضر النهاردة حفل الافتتاح ويكون مع مهرجان الأقصر يدعمه زي ما كل سنة بيحب يجي ويقف مع السياحة ويقف مع السينما. فتحي عبد الوهاب منور الأقصر. الله يخليك منور بيك. أولا أنا ما شفتكش عشان أهنيك على فيلمين من أروع الأدوار الجديدة اللي أنت عاملها وبقولك ألف مبروك لأن أنت كنت مسافر كنت في سيوة أو حاجة كده. الله يبارك فيك يا كنت مسافر. فما قدرناش نحتفل بيك يوم الفيلم ولكن بنحتفل بيك هنا في الأقصر. الله يخليك الله يخليك. مهرجان الأقصر بحس إن إحنا كلنا بنحبه. في حاجة. قوي. ليه؟ لأنه مهرجان أولاً ده مهرجان سينما أفريقية وفي المقام الأول يعني هو مهرجان سينما اللي هي حبنا يعني وعشقنا وكده. وسنين هو بقى عامل زي البيت كده اللي بنروح نزوره كل سنة يعني بقى بنحس انه احنا مسؤولين عنه. صحيح. يعني صحيح يعني ازاي يتعمل المهرجان واحنا ما نبقاش بندعمه. يمكن ارتبطنا بيه من اول سنة من اول دورة فعلا. صحيح. يعني طبعا انت كنت موجود وكنت شايف قد ايه خالد صالح كان راعي للمهرجان ده وكان بيدعمه وبيديله فلوس والنهاردة الدورة رايحة الروح. الدورة مهداة لخالد صالح وتسمى الدورة باسم خالد الله يرحمه. وده أعتقد أنه ده يعني رد بسيط قوي على الدعم الغير عادي والغير مسبوق من أي حد فينا اللي عمله خالد تجاه المهرجان بتاع الأقصر. يعني أنا عارفة طبعاً النجاح الكبير اللي حققته في السينما الفيلمين اللي نزلوا عاملين حالة جميلة جداً مع الناس إن يعني دخلت حاجة جديدة بقى يعني شايفة على الفيسبوك كده. بعمل مسلسل اسمه الأستاذ بلبل وحرمه ده معايا رانيا فريد شوقي ومعايا مجموعة كبيرة جداً مدام لبنى محمود ومجموعة كبيرة مش عايز طبعاً يعني ده شكله كده عمل كوميدي. ده صحيح إن شاء يا رب يعني يبقى كده إن شاء الله. هي دي النية يعني. لا ما انت قبل كده انت وراني عملنا حاجة زمان اسمها عيلة مجنونة جدا ونجحت جدا. الحمد لله الحمد. كان برضو فيها جو كوميدي يعني فانت ورانيا بتعملوا دويتو كوميدي لطيف إن شاء الله تبقى حاجة لطيفة وتعجب الناس إن شاء الله. وما في السينما في مشروعين بس لسه بفاضل يعني هبقى واحد فيهم بس ان شاء الله يعني إن شاء الله. بإذن الله. هنتكلم معاك اكتر الصبح بقى ما بين الجمال والحلاوه بتاعت الأقصر لان طبعا النور نزل بس عايزين نبين جمال السياحه. ودلوقتي هنسيبك تسعد بحفل. شكرا ميرسي قوي ميرسي قوي. محافظ الأقصر محمد بدر سعداء ان احنا موجودين معاه النهاردة في المدينة الساحرة وسعداء ان يمكن ده اول مهرجان هو بيحضره بعد تعيينه واكيد هو شايف حاجات كتير وعنده احلام كتير نفسه يحققها من خلال تواجده ومنصبه الجديد في الأقصر. بقولك الف مبروك سعداء ان احنا معاك النهاردة في اول مهرجان. مرسي جدا يا فندم ليكي وانا بعتبر نفسي النهارده ضيف عندهم. ده هم التنظيم كله هم اللي تعبانين فيه احنا بس مجرد ان احنا قدرنا ان احنا نساعدهم شويه. ولكن انا هدفي وحلمي هنا للمنطقه ان شاء الله للمدينه الأقصر بالذات ان هي تاخد المكان الحقيقي بتاعها انها تبقى يعني عاصمه الثقافة والأثار على مستوى العالم بإذن الله تعالى. ده أكيد وده اللي احنا كلنا بنتمناه. يعني أنا الحمد لله أنا جيت السنة اللي فاتت كان في شكوى جامدة جدا من الأوتيلات والمراكب وكل بتوع الحنطور واللي بيعين في الشارع. النهاردة وأنا نازلة فرحت جدا طيارات مفيش أماكن الأوتيلات مفيش أماكن شايفة بتوع الحناطير ما بيشتكوش والمراكب مفيش حاجة واقفة فيعني شايفة إن الحركة بقت كويسة. والله الحركة الحمد لله مقبولة يعني بالنسبة مقارنة بالسنة اللي فاتت تعتبر مقبولة كويسة يعني بس نسب الاشغالات ما وصلتش للمستهدف اللي احنا عايزينه
في تعاون بصراحة من جميع العاملين في قطاع السياحة. الحناطير في التزام منهم، في التزام بعملية النظافة، لأن أهم حاجة طبعا إحنا لما بنقارن مدينة الأقصر لازم بنقارنها بالمدن العالمية، فالمستوى او الستاندر لازم يتحط، لازم نحط على الستاندر العالمي ان شاء الله يعني. اكيد ان شاء الله احنا بنتمنى الفتره اللي جايه نشوف اكتر من مهرجان في الاقصر، بنتمنى ان احنا نشوف مش بس مهرجانات سينما ولكن يعني جميع انواع المهرجانات، لان ده بيعمل حركه كبيره جدا ونخلي العالم كله يجي ويشوف الاقصر اهلها الطيبين، نظافتها وروقانها زي ما بيقول. طبعا طبعا. وربنا يقويك الفتره الجايه. الله يخليك فندم، ميرسي. تقريبا بنحاول نشوف مشكلة القرصنة، وكل الفنانين والسينمائيين ووقفة صناعة السينما، وحصل كذا لقاء مع رئيس الوزراء، كذا رئيس وزراء وكذا وزير، وفي محاولات جادة جدا من الدولة، ولكن أنا شايف إن الموضوع الحقيقة مهما اتكلمنا فيه كتير وشرحنا فيه كتير هو واخد وقت. هو عاوز لسه البارح كنا بنتكلم ان هو عايز حل جذري. سعادتي من المنطلقين دول، من منطلق ان مهرجان سينمائي، ومن منطلق انه مدرك انتماء مصر للقارة الافريقية، الانتماء الاصيل ده ما احوجنا الان ان احنا نؤكد عليه. يمكن من أول سنة وهو مراهن على المهرجان ده وهو في مجلس الأمناء لمهرجان الأقصر، ومن أول سنة لما نزلنا كلنا
في الشارع، وهو ليه لقطة شهيرة هو وليلى علوي راكبين الحنطور وبيغنوا الأقصر بلدنا، كانت بداية الازدهار لهذا المهرجان. النهاردة يعني بيتكرم في المهرجان، وأنا يعني بقول إن التكريم كان زمان الناس بتخاف منه، تقول لك إحنا بنتكرم علشان إحنا كبرنا أو علشان إحنا خلاص يعني وختامه مسك، ولكن التكريم دلوقتي بقى زي ما بيقولوا حافز أكتر، دافع أكتر. الناس حست إن خالد يوسف شوية مشغول بالسياسة والحالة البلد والانتخابات وبعد عن السينما وبعد عن ان نشوف له افلام حلوه، فزار بيفكروك وبيعملوا لك حاله اعاده ان انت اوعى تنسى السينما، الناس عايزاك ترجع تاني، الساحه الفنيه محتاجه لك، فانت ما بقتش من الرواد دلوقتي، لا ده قرصه ودن زي ما بيقولوا، ان ارجع يعني عارف الام لما تمسك ابنها لا يا حبيبي ارجع للصوابك ارجع لصوابك. لا السينما قدري يعني لا يمكن لكن هتخلى عن مهنة بتصور ان ربنا هيأني ليها يعني، وبتصور سبب لو في بعض الناس بتحبني سببها هو السينما، لو في بعض الناس بتقدرني سببها هو شغلي والسينما، وبالتالي مش ممكن هسيب السينما. انا كل الحكاية ان يعني عندي هواجس تجاه مستقبل البلد اللي أنا بنتمي ليها، نفسي أبقى مطمن، في أحلام سينمائية كبيرة حاسس إن أنا ممكن أعجلها شوية، لكن حلم الشعب ده في إنه يحقق العيش الكريم اللي خرج من أجله، العدالة، إنه يبني مجتمع العدالة، ده أحلام ما ينفعش تتأجل. فأنا لقيت نفسي مدفوع يعني بحافز يعني حافز ذاتي بيقول لي لا لازم تشارك زي ما شاركت في الثورة دي من أول يوم ولم تترك الميادين، شارك لغاية ما تلاقي دولة العدالة اللي انت ناديت بيها مع جموع الشعب المصري تبدأ تتحقق على الأرض. هو ده اللي أنا بسعى ليه دلوقتي، بس بإذن الله إن عاجلا أو آجلا يعني سأعود إلى السينما لأداء دور أنا بعتقد إن هو مهم. يعني أنا بقول أهم من الدور السياسي أكيد بلا أدنى شك، لأن يعني هو الباقي أعضاء مجلس الشعب اللي عرفناهم في حياتنا من يوم ما اتولدنا لغاية النهاردة مش هنفتكرهم، لكن مش هننسى ليك حين ميسرة، مش هننسى هي فوضى، مش هننسى ليك الأفلام دي، وهتعيش والأفلام دي بتتباع والأفلام دي بتعمل سياحة والأفلام دي بتعمل ثقافة، أفلام دي بتحبب البلاد العربية في مصر، يعني أقوى بكتير من المهندس خالد يوسف المخرج خالد يوسف. لا بلا أدنى شك الفن هو الأبقى، وهو اللي بيشكل وجدان الأجيال الجديدة وبيفضل يشكل وجدان الأجيال الجديدة. يعني كلنا حتى الأفلام اللي كانت في الأربعينات يعني أفلام نجيب الريحاني ما زالت ما بتتعرض دلوقتي، الأجيال اللي هي في مرحلة تشكيل وجدانها وتكوين شخصيتها بتتأثر بهذه الأفلام. واثق من نجاح؟ لما كنتش نزلت، لان انا جاي بناء على مطالبات ابناء دائرتي بالنزول يعني، وانا برضو خدي بالك يوم الترشح مثلا يوم ما انا رحت اقدم اوراق ترشيحي كان معايا في حدود 10,000 مواطن رايحين يقدموني، ال10,000 دول بعائلاتهم بس ينجحوني ان شاء الله، يعني ناجح ان شاء الله وربنا يوفقك، بس برضو ده ما يخليكش ان انت تبعد عن السينما وعن الافلام المهمه اللي احنا محتاجينها، حتى الدراما محتاجين نشوف مسلسل حلو تقدمه لنا. النهارده وانت قاعد كده في وسط المؤتمر الصحفي دلوقتي وصحفيين من كل انحاء العالم موجود وقاعدين بيكلموا خالد عن مشواره، وقاعد خالد بيتكرم وقاعد بيفتكر كده الشاب اللي خرج من كفر شكر، ما كانش متخيل ان هو هيمر بالحاجات دي كلها ومرت بيه، على مدار المشوار ده كله النهاردة في تكريمك ايه الحاجة اللي فخور بيها او ايه الحاجة اللي تفتكرها النهاردة تهديها جايزتك في حياتك؟ يعني الحاجة اللي انا فخور بيها ان انا عملت افلام ملتزمة ومرتبطة بهموم الناس، ما عملتش فيلم هلس، ما عملتش فيلم للتسلية فقط، عملتش فيلم عشان يضيع وقت، أنا لا كل أفلامي الحمد لله أنا فخور إنها أفلام قدمت شيء، رصدت، حللت، طرحت أسئلة كاشفة، استشرفت مستقبل،
فخور بان انا تجربتي السينمائيه يعني انا لما بنظر لها بشكل محايد بلاقيها تجربه يعتد بيها. اختلفت اتفقت معاها تجربه سينمائيه لها رؤيه محدده، سواء اختلفت مع الرؤيه او اتفقت معاها. يعني انا راضي الحمد لله عن ما انجزته، وما اتذكره دائما في اي لحظه بحصل فيها على جايزه او تكريم او حاجه كده في مجال السينما بفتكر استاذي يوسف شاهين على طول. ايه اللي ندمان ان ما حققتوش وانت النهارده بعد المشوار؟ انا ما بحبش تيمه الندم. الندم يعني تيمه تدعو للشقاء يعني، ومات يعني اللي هو البكاء على اللبن المسكوب مش بيفيد. ودايما عندي نظريه كده ان اي حد عمل خطا ما مثلا في حياته لو عاد بيه الزمن هيعمله تاني، لان هو ظروف الموضوعيه في وقتها حاجه ما لحقتش تعملها. خدك السياسه، خدتك الشغل مع يوسف شاهين، خدك الجواز والاولاد خدوك، يعني حاجه نسيتك حاجه مهمه كان نفسك. ما نسيتهاش، لكن حلم من احلامي كان فيلم الاندلس لسه ما انجزتوش. عندك وقت لسه، ده في مرحله النضوج بعد التكريم بقى وانت من رواد كده تعمله. فيلم سر الباتع روايه يوسف ادريس كان نفسي اكون انجزته دلوقتي لسه ما انجزتوش. هل لي احلامك كلها فنيه؟ بلاش تحلم بالسياسه، احلم نام واحلم بالفن. على فكره انا بحلم بالفن. انا ما بحلمش بالسياسه، انا بحلم للوطن. اكيد واحنا دلوقتي كمان في المهرجان ده بنعمل حاجه حلوه للوطن، يعني ده برضو يعني امن قومي وجنوب افريقيا ويعني العلاقات بيننا وبين افريقيا. يعني انت برضو هنا السينما بتعمل امن قومي، يعني بتعمل أكيد حاجه للوطن. يعني خدي بالك من حاجه، اهميه المهرجان ده انا قلته من اول دوره، انه التفت مره اخرى لثوابت الامن الوطني، الامن القومي المصري. الامن القومي المصري بتبدا حدوده من منابع النيل، حياتنا كلها مرتبطة بهذا النيل العظيم. انت عارفة جميل، انت عارفة الفراعنة كان عندهم أسطورة بتقول ان لو الآلهة غضبت عليهم النيل ده هيرجع تاني هيزحف للمصب، يعني بدل ما هو ماشي كده للشمال هيرجع تاني للجنوب وهيجف. فكان طول عمر المصريين عارفين قيمة النيل. للأسف 30-40 سنة الأخيرة ديت في عمر الوطن واضح ان كان عندنا نظام مش فاهم يعني ايه ثوابت امن قومي، مش فاهم ان منابع النيل هي اصل حياتنا، فادار ظهره للقاره الافريقيه. الان بنعود مره اخرى مصر لاحتضان قارتها الافريقيه والتواصل معاها، ومهرجان زي ده دليل. سلوك الرئيس السيسي وسياسات الدوله الان بتصب في نفس هذا المصب الان، ان كيف يمكن انت تقيم علاقات مره اخرى، علاقات جيده بعمقك الافريقي، وتعمل علاقات لها يعني فيها مصالح مشتركه بينك وبين هذه الشعوب اللي انت بتنتمي ليها في الاساس قبل اي انتماء اخر، مرتبط بها ارتباط مصير اللي بيربط مصيرك ومصير بلاد السبعه بتوع منابع النيل هي الحياه نفسها. من غير النيل ده مفيش حياه لينا كلنا، اللي احنا السبع بلاد دول او العشر بلاد دول يعني. وبالتالي وحده المصير ده تخلينا نعمل مهرجانات زي ديت، نتواصل مع الشعوب دي، نتعرف على ثقافتها، يتعرفوا على ثقافتنا. وانا قلت من شويه ان ارتباط المشاهد العربي او مش المشاهد، ارتباط الانسان العربي بمصر جاء عن طريق السينما والاغاني، ان احنا استطعنا ان احنا نصدر منظومه القيم الحاكمه للمجتمع المصري، استطعنا ان احنا نصدر عاداتنا، تقاليدنا، لهجتنا، فبقينا قريبين منهم. القاره الافريقيه ما انا رايي محتاجين نعمل نفس الحكايه معاها، محتاجين نتعرف على ثقافتهم، محتاجين نصدر ثقافتنا، ان لما انت بتتعرفي على الاخر بتقربي منه، بتقربي منه وتستطيعي تحل اعمال مشتركه كمان علشان باذن الله ده يتم في الفتره اللي جايه يعني باذن الله. ان شاء الله بشكرك وبقول لك الف مبروك. ابن دايره كفر شكر انتظروه في مجلس الشعب بشكل جديد لعضو مجلس الشعب في الايام القادمه، وانتظروه باحلام وامال فنيه وسينمائيه. اخذ حافز النهارده واخذ زي ما بيقول طاقه ايجابيه كبيره جدا من كل اللي كانوا معايا في الندوه وكلموه عن فنه ومشواره وانتظاره لاعمال مهمه للسينما المصريه. شكرا خالد يوسف مره تانية، بقول لك الف مبروك. اشكرك. We'll be right back.
عجبني جدا اداء منى شلبي في 2015، بدات تظهر الحمد لله، تعمل مسلسل. يعني الحمد لله طلعت من الخزنه، يعني الحمد لله الحمد لله. عايزاه ادائك ده يبقى موجود. بتعمل مسلسل، بتعمل فيلم على خليل، داخله فيلم مع يسري نصر الله، عضو لجنه التحكيم في مهرجان الاقصر، صاحيه الساعه 10 الصبح، نازله تحضر افلام. يعني ادائك عجبني، خليكي كده. مالك يا حبيبتي؟ الحمد لله. إيه ده؟ شكلي بعقل ولا حاجه؟ نيو لوك ده تجميل جديد ده. مالك يا منى، كبرتي ولا ايه؟ يمكن انا حاسه ببعض من المسؤوليه ربما. يعني لا بجد، كلميني عن التجربه. شغل وحشني. لان سعيد حامد واقف لي اهو عشان اللجنه، والاساتذه بتوع جنوب افريقيا واقفين. طب يلا بسرعه. هقول لك على حاجه، انا وحشني الشغل اصلا، بس انا كان بقالي من بعد مثلا نيران صديقه ما عملتش مسلسل، وبعديه الفيلم بتاع استاذ يسري بعد ما وقع بعديه ما عملتش فيلم. وانا بالامانه انا بشتغل من قلبي، انت عارفه انا بشتغل من قلبي، فانا ممكن ابقى مثلا انسانيه مش متوازنه قوي، فما اقدرش ادي لشغلي الاخلاص والاحترام اللي هو يستاهله مني. دي نمره واحد. نمره اتنين كمان، ان ما كانش عندي حاجه عجباني قوي في السنتين اللي فاتوا دول. بس دلوقتي هلا بعتت لي فيلم ما يترفضش الصراحه، وهلا خليل مخرجه كبيره، احنا انبسطنا جدا اشتغلنا معاها في احلى الاوقات. وجالي يعني من حظي السعيد جدا، جالي يعني مسلسل حارة اليهود، تأليف دكتور مدحت العدل، اخراج مندو العدل. وانا مبسوطة جدا 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 ان انا اشتغلت مع مندو، لانه كمان انا اتفاجئت بصراحة ان هو موهوب جدا على سنه. فيا رب يا رب يا رب يا رب يا رب باذن الله باذن الله. يعني هو مخرج كبير وسنه صغير، فدي كانت مفاجاه بالنسبه لي صراحه. فيا رب يا رب يا رب يا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي. يسري نصر الله ما اقدرش اقول له لا، لانه استاذ كبير، بعدين حته من قلبي يعني. يسري تحديدا غالي علينا كلنا طبعا، يعني فيسري تحديدا هنديله له جنسيه الشلبيات. يسري يعني حبيبي، وغير ان هو طبعا استاذ كبير. وبعدين انا بحب الشغل، يعني انا يعني مش عارفه، بس هو انا بحب شغلي يعني. بس والمهرجان يعني برغم الزنقه دي كلها وانتسحي بدري. بالامانه انا ما كنتش قادره اجي، لان ما كانش عندي وقت خالص خالص ان انا اجي. عزه الحسيني عامله لك سحر. عملت سحر لدكتور مدحت. دكتور مدحت هو الـ يعني الـ يعني هي باكد مي صراحه، يعني وقف في داري ان انا اقدر اجي اخطف 72 ساعه وارجع تاني، لان هو زمنيا صعب جدا ان انا اقدر اعمل كده. بس هي ربنا بقى تبديل وتوفيق، وربنا كرمنا فهي ظبطت كده. لا بس ارجوكي استمري كده، يعني المرحله دي لازم تظهري، لازم تتواجدي. محسسيني والله العظيم. لا بجد، لا يا منى، انا نسيتك. انا نسيت منك، كنت نسيتك بجد. يعني كان اختفاء كبير، يعني قعدتي سنه متقوقعه، بعدين خرجتي كمان بنيولو. الناس على الانستجرام بيقولوا لي دي منى شلبي، اساليها لنا خست كده ازاي. والله انا ما بفكر ما باكلش، انا ما اعرفش يعني. انا امي مثلا بتفكر كتير بتاكل، يعني في ناس بتتوتر تاكل، انا لما بتوتر ما باكلش. وبعدين انا اسهل واحده تتخن واسهل واحده تخس، يعني لو اتعشيت عشوه حلوه هتخن كيلو، لو ما شلت العشوائيه دي هخس كيلو. وكل واحد وجسمه والميتابوليزم اسلوب حرقه بيختلف. لا هي بس زيزي مش متوصيه بيكي، وانا هعاقب زيزي، مش هعاقبك انت، بس شويه حمام كده يغزوه. عامه انا سعيده ان انا خطفت اللقطه دي. سعيد بصي يا استاذ سعيد عمال بيبص بقى وشه بيقفل بيقفل بيقفل. السوداني بتاعه هيطلع لنا دلوقتي، هيتضرب هياكلنا. واحنا عايزينك ملتزمه وحلوه كده في اللجنه. بقول لك الف مبروك، وهكون معاكي قريب ان شاء الله في فيلم يسري نصر الله، لازم اجي الكواليس ابارك لك وابارك له. ومره ثانيه بقول لك عايزينك متواجده على الساحه، ما تبعديش ما تخليش. دلوقتي اللي بيحصل ان النجم لما بيبعد شويه الجمهور بيشوف ناس ثانيه غيره، فمش عايزين ده، عايزين مكانتكم تبقى دايما موجوده. ان شاء الله ربنا يخليك يا بص. تسلمي لي يا حلو. صباح الفل وصباح الجمال. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. يعني انا زعلت قوي لما قدموك وقالوا السودان، انت بتاعنا، انت بتاع مصر. ايه زي يقولوا سعيد حامد من السودان يعني؟ لا طبعا، سعيد حامد مواليد السينما المصريه. ايوه طبعا، احنا متعودين. وبدينا انا قمت قلت لرئيس المهرجان قلت له ازاي، فطلع قال ده تبعنا يا جماعه. يعني طبعا مصر والسودان واحد طبعاً. ولكن احنا افلامك وشغلك وانت كصديق بنحس ان انت واحد مننا. يعني انا كل الاستاف اللي شغال دلوقتي اشتغلت معاهم، من انا مساعد هم كانوا مساعدين، فاحنا طلعنا مع بعض. فالجيل كله يعني سواء كان
أول مرة تحضر مهرجان الأقصر؟ أو لا مش أول مرة أحضر، بس أول مرة أشترك في لجنة التحكيم. في لجنة التحكيم بس جيت المهرجان؟ لا جيت المهرجان نفسه الأول كان. طبعاً سعيد حامد يعني هو مصري سوداني، سوداني مصري، يعني هو اختلاط مصر والسودان، المخرج المصري السوداني. طبعا احنا حبينا نصور كده على الحنطور علشان عايزين الغرض من ان احنا نذيع من قنواتنا قنوات النهار، وان احنا نيجي المهرجانات ان يبقى عندنا اهداف كتير، ان احنا نسمع نجومنا اللي بنحبهم، نشوف صوره حلوه للسياحه، نشجع اللي بيشوفونا في البلاد العربيه، اللي بيشوفونا في كندا وفي امريكا انهم يجوا سياحه الاقصر، صح ولا لا؟ طبعا يعني الجو الخارجي جميل، يعني الاقصر لو احنا عملنا فيها شغل خارجي هيبقى احلى طبعا. طبعا يعني الاقصر انا بقول العظمه فيها ان انت الرحله اللي اتعملت الصبح اللي طلعوا معبد الكرنك، الناس مبهوره وسعداء، يعني كانت في حاله سعاده وحاله عامه الناس كلها فرحه كانت حلوه قوي. يعني عايز اعرف برضو منك بعيد ليه عن الساحه، فين اعمالك؟ وتقال ان انت بتحضر لمسلسل وما شفناهوش وبتختفي فجاه كده، يعني الحياه الانسانيه الاجتماعيه، وانا عارفه ان انت بتهتم باهل السودان وبالتبرعات وباعمال الخير، بعدك عن لا لا لا، هو الوقت اللي فات كان صعب، يعني صعب الفكره انه الجمهور كان عنده حاله عامه احنا حاسين بيها، فالواحد حتى الفنان مش عارف يقدم ايه والجمهور هيستقبل ايه، بس الفترة الجاية فيها تفاؤل واحنا مستعدين للفترة الجاية تكون سينما جديدة، سينما اكبر واحلى. يعني اكيد النهاردة برضو كلمني عن السينما الافريقية ونوعية الافلام اللي مشاركة في المهرجان، كان انت متابع للسينما الافريقية، شايف اهميتها ايه؟ لان دايما بيقيسوا المهرجانات مش بحفل الافتتاح والابهار والضيوف والبتاع، يقولك ده جايبين افلام حلوة، شايف انهم جايبين افلام حلوة؟ احسن افلام موجودة في افريقيا هي جاية في مهرجان الاقصر، لانه الافارقه صراحه بيتشوقوا للشمال، بالشمال افريقيا، وبالنسبه لهم لما يشتركوا فيلم ليهم في جوه مهرجان الاقصر ده تاج للفيلم بتاعه. السينما الافريقيه تقدمت كتير، احنا اللي ما بنتفرجش عليها، انا الاوان ان احنا نشترك بالسينما الافريقيه ونعمل افلام مصريه افريقيه، يعني ان شاء الله ان شاء الله في فكره لتحضير فيلم نجوم مصريين مع نجوم افارقه، فبالتالي لو انت اتفرجت على الفيلم في كينيا لانه عندك بطل كيني، واتفرجت على الفيلم في مصر لانه عندك بطل مصري، هي دي الوحده الحقيقيه لافريقيا. فده ان شاء الله هيتم قريب جدا. ده مشروع بتشتغل عليه؟ بنشتغل عليه، وبتشتغل عليه حتى مهرجان الاقصر متبني الدعم اللي بيتبنى فكره انه يعمل فيلم افريقي عربي. فكرة الورش والتعليم اللي بيحصل داخل المهرجان شايفها ازاي؟ هي دي الأساس، يعني أنا سمعت أنه دلوقتي وزارة الثقافة والإعلام بتعمل ورش في أسوان هنا، وفي ورشة شغالة أوريدي فيها 15 طالب، كونه يعرفوا أسس السينما، عشان لأنه النهاردة السينما الفري كبيرة، فعلينا نخلق جيل جديد من الشباب الراغبين في السينما نوجههم توجيه سليم. فأنا سعيد جدا بالتجربة اللي بتحصل حاليا في الأقصر اللي هي تدريب المهتمين بالسينما. مش هتشارك في ورشة منهم تدرب جيل جديد؟ أنا عندي استعداد تماما، بس عندي استعداد للعملي مش التدريسي. يعني إن شاء الله الفيلم اللي هينتج يبقى عملي، اللي تدربوا في الورشة تاخدوهم عملي معاكم بالظبط كده، عشان يشوفوا تجربة كاملة قدام منهم، وده اللي هيدعمهم يعني. إن شاء الله إحنا محتاجين نشوفك على الساحة، وحشنا وسعداء بيك، وهسيبك للجنة التحكيم دلوقتي تشوف أفلام وتستمتع بالسينما الإفريقية، والأقصر بلدنا بلد سواح. بلد سواح.
صباح يوم جديد وصباح مهرجان الأقصر، المهرجان اللي غالي علينا، غالي على النجوم وغالي على الضيوف وغالي على أهل الأقصر وغالي على اللي صنعوا المهرجان ده، حبوه وحبوا البلد وبيحبوا الفن وعملوا حاجة وصلت لنا. أي حد تسأله يقولك أنا بحب مهرجان الأقصر وهو بقاله 4 سنين، ليه ما تعرفش؟ يعني في حاجة محدش فينا فاهمها، لكن واضح إن ده اتعمل بحب فبيوصل لينا بحب، مجهود كبير بيتعمل. مش هتلاقي مثلاً كرو 40 واحد هو المسؤول عن المهرجان، هتلاقي واحدة هي الدينامو اللي شغالة وتعبانة عليه طول السنة. ومديرة المهرجان عزة الحسيني بقولك ألف مبروك ويا رب دايماً من نجاح لنجاح. الله يبارك فيك، أنا بشكرك جدا جدا، ويعني أشكرك على المقدمة ديت. إحنا بنبذل المجهود وطبعا في كرو، بس كرو مش الضخم الكبير. يعني أنا ما بروح مهرجان دبي الكرو بتاعه مثلا بيبقى فوق 150-200 شخص مسؤولين عن المهرجان، ما بين الكرنيهات والاستقبال وحتى الضيوف بيبقى كل واحد معاه حد مسؤول عنه، فطبعا بيبقى عدد كبير. لكن لما بلاقي هنا انت كل حاجة عينك عليها، مش سايبة حتى لو في حد مسؤول عن الشنط عن الكتاب عن الندوة، بلاقيكي انت وسيد بتتبادلوا المواقع، ما بتسيبوش حاجة لحد. هو ده لي سبب، اولا انت عندك نجوم أفارقة، طبعا بيبقى معاكي مساعدين مستمرين. احنا الكروب بتاعنا لا يزيد عن 12 شخص الاساسي، لما بيقرب المهرجان عمرنا ما بنزيد عن 30-35 شخص. فانتي عارفة الناس اشكال الضيوف، عارفة شكلهم لانك قابلتيهم في مهرجانات. في ابعاد تانية انك عايزة تبقي شوية دقيقة في انه الشخص ده توصله حاجته اللي مكتوبة باسمه. لكن طبعا في مساعدين وفي منظمين معانا مشتركين يعني في العمل. احساسك بس بالمسؤولية، انك انت مش بتعملي مهرجان او اسبوع افلام، انت بتعملي حدث يعني ليه ابعاد قومية امن قومي ولي ابعاد ثقافيه وابعاد انسانيه. فانت عايزه بس تدركي كل الاشياء في وقتها، في ميعادها، في دقتها. عشان كده بس احنا موجودين، بنحاول نبقى موجودين في كل حاجه. انا بتمنى ان المهرجان ده اشوفه زي كارتاش فوق 20 سنة وعليه إقبال وجوائزه الناس كلها بتقدرها وبتهتم بيه، وأتمنى أنه هو يبقى بتقل مهرجان القاهرة وسمعته في العالم زي سمعة مهرجان. يا رب احنا نتمنى ده برضو، احنا بنبذل مجهود كبير وربنا طبعا قادر ان هو يوفقنا بالتعاون مع كل الجهات اللي بتدعمنا والمحافظة والاعلام. كل ده لازم بيصب في المصلحة. احنا بس ازمتنا الحقيقية اللي انا بدعوكي وبدعو المسؤولين ان هم يشاركوا في حلها، المهرجان ملوش ميزانية ثابتة، وده بيخلينا نعاني كل سنة. مش انا بزعل كده. يعني انا بجد بزعل. وبعدين كمان جه في وقت تغيير وزير الثقافة وجي وقت المؤتمر الاقتصادي، فانت مش لاقي حد تكلميه. لا، هو احنا وزارة الثقافة دعمتنا، وزارة السياحة دعمتنا، وزارة الشباب دعمتنا، وبعض الشركات الخاصة. لا، اللي انا عايز اقوله احنا ملناش ميزانية ثابتة. يعني ممكن السنة دي يديني 10 جنيه، السنة جاية يديني 5 جنيه، السنة اللي بعدها ما يدينيش، لانه يعني ما في حسب اللي بيبقى موجود بالظبط. انما لو انا ليا ميزانية ثابتة، حتى لو الميزانية دي غطت لي 50%، فبتأمنني ان انا اقدر اقوم. الثابت ده بيبقى جاي من وزارة المالية نفسها، فده اللي احنا بنتمناه عشان نقدر نستمر، لان احنا تعبنا بجد. وانا بتمنى يا جماعة، المهرجان ده مهم جدا والله، المسؤولين لازم يفهموا، وزير السياحة ومحافظ الأقصر، رجال أعمال الأقصر، وزير الثقافة، المسؤولين في مصر لازم يفهموا أهمية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. أرجوكوا الدعم لازم يكون ثابت، أرجوكوا الدعم لازم يكون كبير. أول مهرجان ده، لأن المهرجان ده مش ترفيهي، المهرجان ده ليه أبعاد كتير مهمة. بشكرك على مجهودك الكبير، بشكر سيد فؤاد، بشكر كل واحد بيحب مهرجان الأقصر وعايز يشوف المهرجان ده ليه مكانة.
انا كمان بشكرك جدا، بشكر كل الفنانين العظام اللي جم واللي بيجوا كل سنه، لان ده دعم، ده دعم لينا ولوجودنا ولاستمرارنا. يعني دي رسالة. بيحبوا على فكرة، يعني بيتعمل مهرجانات بيتحايلوا عليهم، لكن المهرجان ده هم اللي بيطلبوا يجوا. أنا عارفة والله عارفة، عشان كده أنا فخورة بيهم، وبقول إنه هم بيأكدوا حاجة مهمة قوي، إن الفنان كمان ليه رسالة اجتماعية غير إنه هو فنان ونجم والكلام ده كله. أنا بشكرك. شكرا جزيلا. يوم جميل، تكريم وندوة وحوار كان جميل جدا بعد تكريم النجمة الجميلة ليلى علوي، وبعد ما شافت حب الناس ليها واستقبالهم ليها في قاعة المؤتمرات، شافت ندوة مهمة جدا وكانت الأسئلة فيها مهمة جدا، ودار يعني يمكن كان فيه إعلام من جميع أنحاء العالم ومن أفريقيا ومن مصر ومن البلاد العربية. والنهاردة هي حبت قبل ما تسافر وتطلع على المطار إنها تزور معبد الأقصر. ليلى ليها ذكريات، مامتها ما خلتهاش تيجي مع المدرسة رحلة الأقصر وأسوان، وخسرت كتير، لأن أحلى رحلة بتبقى رحلة المدرسة فبتعوضها في المهرجانات. لا أنا بموت في الأقصر وبحب أسوان جدا كمان، حياة بلدنا جميلة جدا وغنية بالأماكن الرائعة اللي فيها إيجابية، أهم أثار العالم عندنا. أنا مبسوطة إن أنا موجودة في الأقصر، وزي ما قلنا وسامعين واحنا داخلين ان الاقصر في وسط المدينه، يعني مش في معبد الاقصر في وسط المدينه. ورا هنا المساكن، الناس كلها ساكنه، الكورنيش قدامه، ما تلاقيش معبد في العالم كده في نص العيشه، وسط الحياة. في وسط الحياه ونص الناس، والناس اللي بيحموه وبيسوه طبعا مع الامن المصري اكيد يعني، لكن قد كده هم عندهم ان المكان ده حاجه مهمه جدا، العالم كله بيقدر المكان ده. مش معقول هبقى في الاقصر ما اجيش ازور واخد ايجابيه وافتخر بحضارتي وتاريخي. اكيد، وانت في وسط الحضاره، وليلى اللي جت مع مامتها اول مره الاقصر ما كانتش نجمه مشهوره، وجايه النهارده وهي بتتكرم لمشوار لتاريخ لافلام مهمه في السينما المصريه، لانسانه اسعدت الملايين من خلال اعمالها. تاريخك مع التاريخ ده، اسعد لحظه دلوقتي ممكن تفتكريها في تاريخك وانت وراكي تاريخ بلدك؟ مش لحظة واحدة أكيد، يعني لحظات كتيرة جدا. وصدقيني يا بوسي، يمكن الحمد لله ربنا اداني حاجات حلوة كتيرة في مشواري وفي حياتي، وإن شاء الله يبقى اللي جاي كمان أحلى. أنا متفائلة ب 2015. وأنا كمان فاكرة إحنا اتكلمنا من أول السنة. قلتلك 2015 بتاعتك يا ليلى. إن شاء الله تبقى سنة حلوة على بلدنا كلها وعلى أهلنا كلهم. هنا في المكان ده والنيل، بصي الواحد لما بيبقى اعصابه تعبانه ويجي يبص على النيل يحس ان في سلام وان في خير جاي وان في حب. وانت في وسط المعابد وفي وسط الحضاره اللي العالم كله مازال بيتعلم منها وبيدرسها وبيقدرها، انا بحس بعد كمان المؤتمر الاقتصادي ان انا فخوره ان انا مصريه، وبقول للعالم كله احنا في وسط مدينه الاقصر في معبد الاقصر، الدنيا امن وسلام وحب، الناس كلهم حوالينا اهل البلد كده مية مية زي ما بيقولوا، حامينا وحابيننا وعايزين الاجانب كلهم يبقوا موجودين معانا. يعني بدل ما هنمسك يافطه نقول استثمر في مصر، هنقول اعمل سياحه في الاقصر. نمسك اليافطه النهارده الاقصر واسوان طبعا الاثنين. يعني ليلى هتمسك يافطه جديده، طبعا كانت اليافطه الجميله واللافته الحلوه اللي مسكتها وقالت استثمر في مصر، احنا النهارده انا وليلى بنضم صوتنا لصوت بعض ونقول اعملوا سياحه في مصر في الاقصر في الاقصر واسوان. يعني طبعا يعني انا سعدت جدا النهارده بالحوار اللي دار، وسعدت جدا بالمناقشه، وسعدت باستقبال زمايلك ليكي، وان يسرى وإلهام
الالهام اصروا ان هم يجوا يحضروا تكريمك برغم ان كل واحده عندها ظروف، لكن لما عرفوا ان انت بتتكرمي كانوا حابين انهم يتواجدوا ويبقوا معاكي في ليله عرس ليكي. الحمد لله، يعني طبعا ده مش جديد على الهام وعلى يسرى، احنا الحمد لله دايما مع بعض، وحتى لو ما كانش في تكريم دايما بنبقى مع بعض، لكن انا مقدره جدا سعادتهم وفرحتهم بيا امبارح وبشكرهم جدا. والحقيقه كل الناس فرحان، المخرجين وحتى الاجانب من تونس ومن المغرب ومن افريقيا كلهم فرحانين ومبسوطين، وانا بقول مبروك على افتتاح مهرجان الاقصر ومبروك على نجاحه كمان. اكيد، وانت تكريمك اضاف له كتير الدوره ديت، وسعداء كمان ان انت من اول سنه بتدعميه، مش بس بتيجي عشان التكريم، لا ده انت بتيجي عشان تدعمي المهرجان. السنين اللي فاتت كلها جيتي وما كانش عندك لا تكريم ولا فيلم، كنت بتيجي بس كفنانه مصريه عندها رساله انها بتدعم السياحه وبتدعم البلد. وعلى فكره ان انتوا لما جيتوا السنين اللي فاتت، السنه دي ما فيش، فاكره كنا نيجي نلاقي الحناطير واقفه والمراكب واقفه. بالظبط، الاعلام احسن واللي جايه احسن كمان ان شاء الله. ان شاء الله هسيبك تاخدي طاقه ايجابيه يلا قبل ما ننزل على مصر، ناخد جوله مع الجميله ليلى علوي اللي منورانا النهارده في معبد الاقصر، مهرجان مهم جدا، مهرجان بيخاطب افريقيا كلها، وهنعيش معاكم رحله سياحيه، لان مش الغرض من اللقاء ده السينما بس، ولكن السياحه، والأقصر بلدنا بلد سواح. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المرواح بتبقى ميلة وتسيب بلدنا. Thank you.